طارق لطفي مولود 20 نوفمبر 1965، ممثل مصري حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية وأحد الذين لمعوا في التلفزيون. من المسلسلات التي عمل بها العائلة الوسية، ليالي الحلمية. ولد طارق محمد لطفي في المنصورة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 1990، وحصل على لقب أحسن وجه جديد عام 1993، وأحسن ممثل تاني من مهرجان الإسكندرية عام 1994. من ناحية أخرى، كشف الفنان المصري طارق لطفي بعض الأسرار الخاصة بحياته الشخصية والتي لا يعرفها عنه الكثيرين. طارق قال أنه يغار على زوجته جدا، وعبر عن ذلك بقوله: ما بحبش حد يقرب من مراتي، وأكد أنه يحب الفواصل والمسافات بين الأشخاص أثناء الكلام والمزح، وحين يرى أن زوجته تجاوزت الحد مع أصدقائها ينظر إليها فتفهم غيرته. وقد ظهر وللمرة الأولى أمام عدسات المصورين وبصور شديدة العفوية الفنان المصري طارق لطفي مع زوجته السعودية الجنسية ومع أولاده، وتم تصوير الصورة خلال قيامهما بجولات للتسوق في إحدى الأماكن الشهيرة، ويظهر في الصورة أولاد الفنان طارق لطفي وهم يقومون بتعبيرات مرحة وطفولية للغاية أمام عدسات التصوير. دي هنا مع مراته السعودية وأولاده في ظهور نادر ليها والأولاد معاه. أدي طارق لطفي، وهنشوف حكاية اتهامها له بالخيانة كان إيه السبب. صور جميلة وهما بيعملوا حركات بعينيهم ولسانهم. ومن ناحية أخرى، طارق لطفي قال خلال تواجده ببرنامج فحص شامل مع راغدة شلهوب أن معجبة أرسلت له رسائل عبر الفيسبوك جعلت زوجته تتهمه بالخيانة، ولكنه التمس لها العذر لأن الرسائل كانت قد تجاوزت الحد المسموح به. الفنان المصري أيضا قال أن سبب خلافه مع المخرج محمد سامي أنه رفض أن يقدم دور الشاذ جنسيا في مسلسل كلام على ورق، وبرر طارق رفضه بأنه لم يملك الجرأة لتجسيد الدور، ووجد أنه لا يتماشى مع محاذيره وخلقه. طارق لطفي وصف صديقه الفنان أحمد السقا بأنه مجنون، وقال إن السقا يخاطر بحياته فعلا خلال التصوير. وفي ذات مرة كان متواجدا وصمم السقا أن يقفز بنفسه من كوبري قصر النيل، فغضب منه طارق وطرقه وقال له: مش عايز أشوف صديقي وهو بيموت. هنا أثناء لقائه مع راغدة شلهوب قال الأسرار اللي فاتت ديت. وفي مايو 2016 تداولت بعض صفحات موقع الفيسبوك صورة للفنان طارق لطفي وهو مريض للغاية، وتساءل البعض عن سبب المرض ولماذا لم يتم الإعلان عنه، غير أن مصادر من داخل مسلسل شهادة ميلاد أكدت أن الصور تم تسريبها بطريقة غير معلومة بعدما نجح فريق العمل في الحفاظ على سريتها طوال 3 أشهر. قصة الصورة بدأت بإنقاذ طارق لطفي لوزنه، حيث نجح في فقدان 17 كيلو جرام دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب المخرج أحمد مدحت، لأن أول مشاهد المسلسل يظهر فيها وهو على فراش المرض الأخير، ثم يبدأ في سرد كيف وصل لهذه الحالة. لهذا تم تصوير هذه المشاهد في البداية وفي سرية تامة قبل أن يسترد طارق لطفي 12 كيلو جراما
من وزنه، ويقوم باستكمال باقي مشاهد المسلسل الذي يدور في جو من التشويق والإثارة. كان طارق لطفي ساعتها قد تلقى عشرات المكالمات من أصدقائه وجمهوره الذين انزعجوا من نشر الصورة وظنوه مريضا في الحقيقة لا على شاشة التلفزيون، وهو ما أشعره بالامتنان له ولحبهم له وللمشاعر الطيبة التي أحاطت به، والغضب لأن هناك من أزعج جمهوري وأقلقهم عليه، حسب ما أكد مصدر في المسلسل لإعلام دوت أورج. دي الصورة اللي أثارت الجدل. طبعا مش هو طارق لطفي، باين عليه المرض الشديد، وهنا كان خس جدا، فقد 17 كيلو جرام من وزنه. طبعا الصور مقلقة للغاية، وجمهوره عندهم حق إنهم يقلقوا عليه ويسألوه عن السبب. وحاليا هو أصيب بالاكتئاب في الفترة الأخيرة، لأن مسلسله القاهرة كابول اتشال من العرض في رمضان 2020، لأن كان في مشاهد تتطلب سفره إلى البلاد الأجنبية، وطبعا السفر بسبب كورونا حاليا ممنوع ومفيش طيران لهناك، فاضطروا إن هم يلغوا موضوع المسلسل من الاشتراك في رمضان 2020. إن شاء الله يبقى في رمضان 2021. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.